شركة اونر بتستعد للاعلان عن جهازها الجديد الاونر 50 برو بلس في فئة الفلاكشيب، وده بعد انفصالها عن شركة هواوي وقرارها دخول المنافسة بشكل مختلف. فخلينا نعرف الامكانيات اللي تم الكشف عنها لحد دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. في حوار صحفي اتعمل مع CEO او المدير التنفيذي لشركة اونر بعد انفصالها عن شركة هواوي، واللي قال فيه ان شركة اونر بعد ما بقت لوحدها هتاخد اتجاه مختلف في التصنيع غير اللي كانت بتاخده مع هواوي، لان هواوي طبعا بعد الحظر الامريكي بقت بتعتمد على المان باور او القوة الداخلية او تعتمد على نفسها بالكامل في تصنيع موبايلاتها. لكن اونر طبعا ما كدبتش خبر وتعاقدت مع شركات امريكية زي شركة انتل وشركة AMD علشان تستعد لإطلاق الفئة الجديدة من اللابتوبات الخاصة بيها، وفي نفس الوقت اتعاقدت مع شركة كوالكوم علشان تعمل موبايل جديد خاص بيها رائد في فئة الفلاكشيب. وطبعا المدير التنفيذي قال ان الوداع اللي حصل بين هواوي وبين اونر كان وداع مليء بالمشاعر الدفينة والكلام الكويس جدا، لكن دلوقتي دقت ساعة العمل وعايزين السوق كله يستعد علشان داخلين بجهاز جديد هيكون رائد في فئته السعريه. وطبعا الراجل ما كدبش خبر وكان في تسريبات للسلسله الجديده، سلسله الاونر 50. طبعا الجهاز الرائد في الاونر 50 هو الاونر 50 برو بلس، واللي هيكون فيه شويه مميزات عظيمه جدا. طبعا متوقع ان هي تكون سلسله على وضعها جدا في فئه الفلاكشيب، يعني الشاشه مثلا هتكون اموليد وهتكون 6.79 انش وبدقه 1440 والريفرش ريت بتاعها 120 هرتز. والجهاز عموما هيجي بواجهه الاونر اللي هي الماجيك يو اي 4.0. المهم يعني لما نتكلم عن سلسله في فئه الفلاكشيب فاحنا بنتكلم عن معالج هيكون سناب دراجون 888، والسلسله عموما بقى هتبدا من 128 جيجا مساحه داخليه و8 جيجا بايت رام. ونخش بقى على الكاميرات، فعندك الكاميرات الخلفيه هتكون 3 50 ميجا بكسل، 13 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل. والكاميرا الاماميه هتكون مزدوجه 2، يعني هيكون 32 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل. واخيرا بقى بالنسبه للبطاريه فهتكون 4400 ملي امبير وبتدعم شحن لاسلكي 50 واط. طبعا هيتم الاعلان عن الجهاز رسميا في شهر مايو القادم، والمفروض انه في نفس الحوار اللي نشر مع CEO او المدير التنفيذي للشركه قال ان هو برضه اتعاقد مع جوجل، فبالتالي المفروض ان الجهاز هيكون فيه خدمات جوجل بدون اي مشكله، لان الشركه حاليا منفصله عن شركه هواوي. لكن حتى الان محدش يقدر ينفي او ياكد حاجه زي كده الا لما الجهاز ينزل، زي برضه ان مفيش اي سعر متوقع للجهاز ده خصوصا ان هو هيكون في فئه الفلاكشيب. فبالتالي احنا لما نبص للمميزات اللي موجوده فيه هنبص للمميزات دي لو موجود فيها خدمات جوجل، ولو مش موجود فيها خدمات جوجل، خصوصا ان وجود خدمات جوجل في الجهاز هيرفع من سعره اكتر. وطبعا زي ما هو واضح اسعار اجهزه هواوي اللي من غير خدمات جوجل عامله ازاي، واسعار الاجهزه المنافسه حتى الاجهزه اللي من خلال شاومي اللي بيكون مقلله في السعر بتاعها شويه. الا اننا لو فكرنا بالموضوع من ان اجهزه اونر اللي هي الاب الروحي ليها هواوي برضو هيكون عليها خدمات جوجل، فبالتالي الاجهزه اللي هتطلع منها هتكون اجهزه عظيمه جدا. لكن ما قدمناش الا ان احنا بعد ما شفنا المميزات بتاعته اننا نستنى للشهر اللي جاي علشان نعرف هيكون في خدمات جوجل ولا لا، والسعر بتاعه هيكون ايه، والباقي المميزات اللي ما تمش الكشف عنها. لو هينزل في الشرق الاوسط او هينزل في مصر لازم هنقول. ودي كانت نهايه الحلقه، ما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو. نلقاكم على خير.